على مدى يومين عرف المنتدى الإفريقي الأول لإدارة السجون وإعادة الإدماج تنظيم ثلاث جلسات توزعت بين المقاربة التشاركية في إعادة الإدماج والتدبير الأمني للمؤسسات السجنية وتحديث الإدارة وتعزيز الحكامة، وهي مجالات تشكل عصب التدبير اليومي للمؤسسات السجنية في القارة الإفريقية. إعلان الرباط هو فيه نقاط عامة، أولا تتمين التجربة المغربية، ثانيا وضع معالم خارطة طريق مشتركة من أجل تعزيز التشاور والتعاون في ميدان التدبير الأمني، وعقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة بين إدارة السجون القارة الإفريقية. من بين النقاط كذلك يعني وضع استراتيجية من أجل التشاور. أظن أن المنتدى سمح لنا بحوار مفتوح وصريح حول أهم التحديات التي تواجهنا في إفريقيا. بإفريقيا 54 دولة تنتمي لمستويات متعددة وبها مستويات جرائم متنوعة أيضا، ومن خلال هذا المنتدى نأمل أن نجمع أفضل التجارب في المجال لتحسين إدارات السجون والخدمات المقدمة بهذه المؤسسات. وحظي موضوع التدبير الأمني للمؤسسات السجنية باهتمام بالغ من قبل المشاركين من خلال تأمين السجناء من جهة والعاملين بمؤسسات الاعتقال من جهة ثانية باعتماد تدابير خاصة تتناسب وطبيعة المعتقلين. هذا الملتقى كان فرصة لمناقشة ثلاث مواضيع تتعلق بموضوع التدبير الأمني، ماشي الأمن المادي المتعلق بالبنايات، ولكن الأمن الديناميكي المتعلق بالأشخاص والعاملين، خاصة بالنسبة للسجناء المتابعين في قضايا خاصة، سواء تعلق الأمر بالإرهاب أو تعلق الأمر بالتجار البشر أو بالمخدرات أو الجريمة المنظمة. الأهمية تكمن في كون هذه الفئة تقتضي تدبير خاص، لأنها قد تهدد خطرا داخل المؤسسة السجنية. وتوجت أشغال المنتدى الإفريقي الأول لإدارات السجون وإعادة الإدماج بإعلان الرباط الذي سيشكل خارطة طريق للدول الإفريقية للعمل في مجال إدارة السجون وإعادة الإدماج.